موضوع المعلمة التي تم طعنها من طرف تلميذ في المتوسطة. دلنا فيها فيديو شرحنا الموضوع هذا أو أعطينا فقط خبر فقط على المعلمة هذه والحالة الصحية تاعها. نتفاجأ بهجوم كبير جدا في التعليقات بحيث أن الفيديو وصل إلى 50,000 مشاهدة في 3 أيام. لاحظت هجوم كبير في التعليقات خاصة أنا قلت أنا كش ما هدرنا حاجة مش نورمال ولا هدرنا حاجة جيس نقلنا خبر تاع هذا الشخص تلميذ علاش يطعن في المعلمة والمعلمة هذه في المستشفى وغير ذلك. فيديو في 3 دقائق. فبعد ما انتبهت في التعليقات لقيت بأن هناك شرخ كبير جدا بين مؤيد ومعارض. مانيش نتكلم على المعلمة بالضبط ولكن خرجت واحد الأمور عاطفية في المجتمع الجزائري، يعني في المجتمع تاعنا خرجت طائفتان، طائفة الأولى تدعم الأستاذ والطائفة الثانية تكره الأستاذ أو ضد الأستاذ مع التلميذ. فأنا من جيل الثمانينات فمتوقعتش أن يكون هذا الهجوم على الأستاذة لأنه ما كانش مبرر يخلي أي إنسان يروح يطعن امرأة في ظهرها بالسكين. يعني لو كان جراج راس على راس يداقوا يتقاتلوا الله يسهل عليهم، لكن امرأة أنك تطعنها ومعلمة تطعنها في السكين من الوراء يعني موش لهذا الدرجة موش هذا الوقاحة. الناس راهي تأيد في الجريمة أنه إنسان متوسطة، مانيش نتكلم على إنسان بالغ، نتكلم على طفل في المتوسطة يقوم بطعن سكين في ظهر المعلمة كاملا، يعني يدخل كامل. لذلك راح نشوفوا مع بعضنا ردة الفعل، وقبل ما نشوف ردة الفعل راح نعطيكم بشكل باختصار باش الناس تفهم الحالة النفسية الشعب الجزائري. مثلا كجيل السبعينات مختلف على الثمانينات ومختلف على التسعينات، ولكن يبقى الأستاذ بنظرنا هو الأستاذ، المعلم يبقى معلم مهما كان، قبيح موش قبيح، عنصري جهوي معرفة أسوارد، هذو كام حنا لبانهم بها. ولكن كي قريت التعليقات أقسم بالله كارثة جماعة، يعني واحد الحقد كبير جهة الأستاذ جهة المعلمة، وكان واحد الحقد كبير جهة التلميذ. ثم كل إنسان الحساب حياته كيف عاشها، ولكن باش نلقاو هذا الشرخ الكبير جدا فهذا الشيء غريب جدا. لاحظت بأن الناس تميل للطفل لأنه الناس تقول بلي الطفل بالك الأستاذة اللي حقرته، لأنه أنا عندي ولدي ولا عندي بنتي حقرتها أستاذة بالمعرفة بالسوارد منا حقرتها يضربها يتحلفوا في والديها لأنه أمها تعرفها تمكر في بنتها. أجماعة لازم نفهموا حاجة، لا كانش حاجة تبرر أنه إنسان يرفع سكين ولا حاجة ويدير عملية طعن ولا قتل أي إنسان، هذا باش نحيوها من لسانها، ما نكونوش حقودين لهذا الدرجة. ثاني شيء المشكل هذا اللي لاحظته تاع المعلم اللي يعرف فلان ويعرف فلانة ولا جارته ولا سوارد ولا تاع معرفة ولا تاع وجوه ولا تاع منا، جماعة هذا صح لأنه الجيل الأساتذة تاع الجيل تاع دركا تاع المعلمين جماعة هم نيفو هبط. راهو كيما هو كيما السبيطارات جماعة الطب عليها هبط في النيفو. لانه تقريبا النساء البنات بزاف كثروا فيه، كنقولوا بنات بزاف ما نقولوش الناس اذكياء، نقولوا ناس ناجحين بواحد الطرق مشبوهه في الجامعه، تخرجوا اطباء بطرق مشبوهه في الجامعه. مانيش نشكك في جميع الاطباء، لكن المستوى الطب في الجزائر متدني جدا. نعرف مليح واش راني نهضر، كاين ناس بزاف خرجوا من الطب ما راحوش مامبا تكونوا 5 سنين في المستشفيات في ليجونس، بالعكس يروحوا باش يخلصوا. حنا المعلم او الطبيب في الجزائر كي يخرج الطبيب في الجزائر ما يخرجش باش يتعب في ليرجونس 5 سنين باش يولي يعرف يخيط يعرف يضرب الابره، لا لا تلقاه وقتها يخلص. حنا في المجتمع تاعنا نتعلموا نقراو باش نروحوا نخلصوا دراهم، برك هذا هو الهدف تاعنا، مش باش نتعلموا ولا نزيدوا علم. لذلك فماهوش موضوعنا على الاقل. المهم المعلم على بالنا باللي مدير حوايج بزاف وفاسد بزاف وتاع دراهم برك، على بالنا بهذا يطلب. اول حاجه هو حقه علاش هو كي يشوف يكومباري روحو المعلم بالتعب له ويتعبوا مع التلاميذ، لانه جماعه باش تربي جيل ماهيش سهله، لازم تكون حالتك الماديه والنفسيه جيده. كي يشوف لاباي تاعو ما بين تونس ولا الدول العربيه الاخرى راهي جماعه بعيده بزاف لاباي تاعهم. حنا لاباي تاعنا تاع المعلم جماعه راهي ضعيفه، ماهوش معناتها يحبوا السوارد معناتها خلاص. المشكل انهم المعلم الاكثريه ما ولاوش يركزوا على التعليم بطريقه صحيحه، علاش؟ ولات عندهم خدمات اخرى يقدموها، ولات عندهم مشاريع اخرى حابين يركزوا على المال باش يربحوا، والتعليم هذا مدير ديباناج، واللي ترسم يقول كاني ترسمت، معناتها موش يتعبوا بطريقه كما تاع بكري. الظرف الثاني انه الناس هذو
بسبب الاولياء كما هذا، يعني الناس تلقاهم يضربوهم يسبوهم، كان يقيس واحد ممكن يشرعوا له، ممكن يديروا له مشكل، ممكن يتحلفوا فيه. يعني كان قضايا تاع الضرب هذه ومش استاذه ولا زوز، وكان قضايا تاع الاساتذه اللي يدخلوا لهم في الجامعه تاع الصحراء ولا نسيتوها لافير هذيك نسيتوها. على كل حال المعلم غارت في المجتمع تاعنا وفاسد، هذه لا نقاش فيها، موش بكل، ولكن الظروف اللي خلاتهم انهم يكونوا فاسدين، وايضا الرقابه للمعلمين وغيرها راهي ما كانش تقريبا. النيفو هبط في المدارس في الجامعات، النيفو مستوى هبط، معناتها راهم يخدموا غير البنات الصغار، والبنات الصغار تخيل انت واحده طفله صغيره تخرج راسها يغني فحت تربي جيل، اي صعيبه شويه. اما بالنسبه للتلميذ فهو خطا كبير جدا، وهو بالنسبه لكل طائفه اجتماعيه ومجرم مهما كان صيفته. حقرات الاستاذه ما حقراتوش، قالت له كلمه ما قالتوش، هذا تشويه فقط اعلامي، لان الاستاذه مهما تحقرك ماهيش راح تاذيك جسديا، راح تحقرك، كاينه شكوى، كاينه من ما دافعوش عليك. تقدر دير فيديو فيسبوك قال فلان راهي حقرتنا، هاي بالمعرفه راهي منا، الفيسبوك كاين، فيديوهات كاينين، كلش كاين، القانون كاين، القضاء كاين، تروح ليه وخلاص. حتى لو كان هذو الامور هذو مجرد خزعبلات بكت القانون ومنا لابان فيها المعارف ومنا، ولكن نقولوا حنا نقولوا ماهوش الدرجه تحت تطعن، وممكن ولو كان قتلتها ماش تخش طول حياتك دوكا راك في الحبس بيربيت. دركا مادام اعلامي خطعه في الجزائر، الجزائر الحكومة تاعنا في الجزائر تمشي بالإعلام، الإعلام ركز على هذا يعطيه الحس، يعطيه بعشر سنين، خلاص خليه ينساوه، أو مجرم. لذلك فمن الخطأ ما كانش إنسان يهز موس معاه مهما كانت نوع الجريمة، ما لازمش تهز موس وتضرب إمرأة أو معلمة خاصة. مهما كان المعلم عنيف لازم نبروفي بلي راني حاب نقرا وبلي راني قادر نقرا، مش هز الموس، معناتها ما أنت هز الموس، معناتها أنت أصلا نيتك خبيثة. والناس اللي يتبرر له ربي يهديكم، ربي يهديكم، تلميذ متوسطة تبرر له بلي يهز موس باش يدافع، واش يدافع راهم في حرب. اي استاذ معلم حتى لو كان سباته لفظيا يروح يجيب والديه، ولا يروح الاستاذ قال سبتني لفظيا وهم التلاميذ شاهدين، مستحيل تصرى هذه معلمه من هذا النوع، مستحيل. وكان جات معلمه بالك من نوع اخر نقول لك هذه معلمه باينه انسانه عاقله، ما نعرفهاش شخصيا، ولكن ماهوش من النوع اللي يسب ولا من النوع اللي يقدر يأذي الشخص هذاك برك، يعني مش نوصل درجة أن نذيب الناس.